ولي العهد السعودي يؤكد خلال لقائه الرئيس الروسي حرص السعودية على حل الأزمة السورية بما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب من مآس على يد النظام. الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض تعتبر أن التدخل الروسي هو عدوان واحتلال وإرهاب ضد سوريا وشعبها وعامل مزعزع لاستقرار المنطقة برمتها. مقتل 27 متمرداً من ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في قصف للتحالف على مواقعهم في تعز وصنعاء وصعدة. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 24 منذ بدء مواجهات الأراضي الفلسطينية، ومسؤولو فتح يرون أن التصعيد قد يدفع باتجاه انتفاضة فلسطينية جديدة.